حاب انبه للي مو مفعل جرس التنبيهات، تكفون يا الربع يا عيال، فكوني شركم، ما له داعي نتهاوش. فعلوا جرس التنبيهات لانه والله يعني لي شيء كبير. طبعا لا تسالوني كيف صار كل ذا. اي والله شوفوا مبهذل. والله ما طلعت، اقسم بالله ما ذقت طعم الطلع اليوم، حتى لو طلعت ما صورت سنابات، لان اليوم قلت لازم انزل مقطع، لازم. حليت مشاكل كثير 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 كثير، يعني جهازي ما كان اصلا يدخل فيه برنامج المونتاج، كانت في فيروس الدنيا، كامل مشحونة، الذاكرة فل، رحت طق الذاكرة ثانية، دبرت فكرة مقطع، صورت، جربت أمنتج برنامج مونتاج أول مرة أمنتج فيه، مع ذلك خلصت وكنت جالس ورفعت المقطع، انتظرت لين يخلص، خلص؟ هذا أنا قاعد أكلمكم أنا، والله ما تحركت أبد. اليوم مسك، والله زي ما قلت اليوم مسكت انزل مقطع، مسكت خلاص خلاص، والله لو يصير اللي يصير بنزل مقطع فعلا. الحمد لله تجاوزت عقبات كثير، والله حليت مشاكل كثير بقناتي. اي والله الحمد لله، عاد يا ليت التعب ما يروح على الفاضي. رفع الشاشه وفعل جرس التنبيهات.